برودة الأطراف من أهم الحاجات اللي بتأرق أي حد في الشتاء. لو حضرتك بتعاني من برودة الأطراف يبقى لازم تتابع معايا للآخر علشان تعرف إيه الأسباب اللي بتأدي لبرودة الأطراف وإزاي ممكن نتغلب عليها. تابع الفيديو للآخر علشان تعرف ايه الاسباب اللي بتؤدي لبرودة الاطراف وممكن تتجنبها. ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. النهاردة هنتكلم عن موضوع حيوي جدا ومهم جدا، وخصوصا ان احنا في فصل الشتاء وبيكثر فيه الموضوع دوت، اللي هو برودة الاطراف اللي بيحس بيها اي حد في الشتاء. هقول لكم عن الاسباب اللي بتؤدي لبرودة الاطراف وممكن ازاي الوقاية منها وازاي ممكن نعالجها. تابع لاخر الفيديو علشان خاطر تعرف اي سبب من الاسباب بيؤدي لبرودة الاطراف عندك. وفضلا وليس امرا تضغط زرار الاشتراك في القناة علشان خاطر يوصلك كل جديد في القناة اللي بيهم صحتك وصحة وجمال الأسرة المصرية. وياريت ان لو عجبك الفيديو تدوس اعجاب عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس، قد يكون اي حد محتاج يشوف الفيديو دوت ويهمه في حياته وصحته. النهاردة هنتكلم ايه هي الاسباب اللي بتأدي لبرودة الاطراف. اول سبب خلل في الغدة الكظرية. الغدة الكظرية مسؤولة عن انتاج الادرينال هرمونز اللي بتسبب الادرينال هرمونز مسؤولة عن توازن المعادن في الجسم وخصوصا عنصر الصوديوم. عنصر الصوديوم المسؤول عن رفع ضغط الدم، اللي هو نتيجة ان الملح بيرتفع فضغط الدم بيرتفع. انخفاض ضغط الدم في حد ذاته بيؤدي ان الدم ما يوصلش للاطراف وبالتالي تحصل برودة في الاطراف. بس مش ده السبب الاول. السبب الاولاني ان نقص الثاني والاهم ان نقص الصوديوم نفسه بيسبب برودة للاطراف، وده بيظهر بالاكتر في الناس اللي بيستخدموا نظام الرجيم الجديد اللي هو الكيتو. نظام الكيتو بيؤدي انك انت ما بتاخدش كفايتك من الصوديوم، سواء حتى من العيش، من المواد الغير طبيعيه اللي هي، لانك انت بتعتمد في الكيتو على المواد اللي كلها طبيعيه، فانت ما بتاخدش الصوديوم بالطريقه الكافيه. عشان كده لو كان حد بيعمل نظام الكيتو لازم ياخد كميه من الملح. ده سبب اساسي من اسباب بروده الاطراف. طبعا تاني سبب مرضى السكر الديابيتك، الناس اللي عندهم سكر. الناس اللي عندهم سكر بيؤدي تلف الاعصاب الطرفيه في السكر لعدم وصول الدم للاطراف سواء في الايدين والقدمين، وبالتالي عدم الاحساس بالبروده، وعلى المدى الطويل الدم ما بيوصلش للاطراف وبالتالي بيسبب بروده للاطراف. من الاسباب الثانيه نقص عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الزنك. نقص عنصر الزنك وهو عنصر مناعي مهم جدا لنمو الخلايا بيؤدي لبروده في الاطراف. الناس اللي عندهم انيميا ونقص عنصر الحديد ده برضو بيؤدي لبروده في الاطراف. من الاسباب المهمه جدا هو هرمون الغده الدرقيه. هرمون الغده الدرقيه بيعتمد على عاملين، عنصر السيلينيوم وعنصر اليود. السيلينيوم مسؤول عن تحويل هرمونات الغدة الدرقية من الحالة الغير نشطة إلى الحالة النشطة، وبالتالي نقص السيلينيوم بيؤدي إلى أن هرمونات الغدة الدرقية بتبقى غير نشطة ولا يمكن القيام بدورها. أما بالنسبة لعنصر اليود أو الأيودين فهو مسؤول عن إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي نقص العنصرين دول في الجسم بيؤدي إلى برودة الأطراف. في الحالة دي احنا محتاجين لو في برودة في الاطراف حضرتك تشوف انت بتنتمي لاي فئة من الفئات دي. لو عندك سكر يبقى احنا كده حسمنا الموضوع ان في سكر.
ما كانش حضرتك بتعمل تحليلات، بتعمل كيتو سيرابي، يبقى حضرتك في الحاله دي لو حضرتك بتعمل نظام الدايت بالكيتو بتزود، بتضطر تزود الملح في الوجبات بتاعتك. لو ما كانش بتعمل تحليل لهرمون الغده الدرقيه. اشكركم واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، وارجو ان حضراتكم زي ما طلبت منكم في الاول تحاول تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد، وتعمل اعجاب بالفيديو علشان يصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واي سؤال حضراتكم ياريت تحطوه في التعليقات وباذن الله هجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمة